يعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا في الحلقة الرابعة من بودكاست مونيا. اليوم كان ضيفنا محمود النصر، ديجيتال كالورست أو ملون سينمائي. محمود اشتغل على دعايات لجهات ومؤسسات معروفة مثل جرير وشاورما، أيضا اشتغل على عدة أفلام. هذا البودكاست تكلمنا عن كيف وجد هذا الشغف ومراحل التطور وبعض الصعوبات اللي واجهته وبعض الأشياء الثانية. لو عجبك المقطع لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. محمود يعطيك العافية. الله فيك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. تخبارك؟ طبعا ليش أنا ومحمود مرتاحين؟ لأن احنا أصحاب من ابتدائي. ايه صح. طيب سوابق كثيرة بعد. سوابق كثيرة، لا في فضائح وايد، احتمال أهددك فيها. محمود ممكن تعطينا نبذة بسيطة عنك عن الناس اللي ما تعرفك ما تعرف شو تسوي انت؟ انا شغلتي كالارست او ملون سينمائي. هو ما ادري ليش يسموه ملون سينمائي، احس كل شيء تبي تكشخ فيه حط سينمائي. المهم انا ملون سينمائي وكالارست. الشغله دي باختصار ان بعد التصوير وتجي بعد التصوير في الست وكل شيء والعفسه اللي تصير في أثناء التصوير والإخراج، تيجي الصورة تكون باهتة، تكون غير قابلة للعرض، فتجيني الصورة وأنا أعدلها، مو الصورة قصدي الفيديو يعني. حلو. فأعدلها بحيث أن تطلع صورة حلوة، تنعرض بشكل جمالي، اللي يشوفها ينبهر من الصورة نفسها. حلو. وإني أنا أساعد شغل اللي هو مدير التصوير في الست. فما تبين أشرح هذا بعدين ايش فائده مدير التصوير والمخرج وبعدين حلو حلو ندخل، لان هذه المصطلحات بالنسبه لي لان انا ما اعرف اكثر من المصطلحات نتكلم عنها بعد شوي، بس خلينا نبدا بال كيف شفت هالشغف هذا وكيف بدات فيه. والله يعني كيف بدات فيه، انا من زمان اصلا اوريدي احب الكرياتيف سايد أو الكرياتيف بروجرامز وهذول شغلات. يعني من البداية من أنا متوسط، ما أدري إذا تذكر ولا لا، كنت في الفوتوشوب وقت أشتغل في الفوتوشوب وأذكر كنت مشرف منتدى التصاميم في منتدى أرسنال العربي. أي هذا أتذكرها، هذا أتذكرها. أنا كان عمري 15 أو 14 سنة طيب، وكنت يعني ماسك قسم كامل وكنت أسوي مسابقات وكذا. فيعني من ذيك الأيام كنت أحب التصاميم والألوان والصور وكذا، وكان كل تصاميمي على لاعيبة كورة، ميسي ورونالدينيو ورونالدو ولاعيب الباقين. زين، فلين ما تخرجت من الثانوي وأنا كله على الفوتوشوب، وحتى أذكر أني سويت تصميم كتاب للمدرسة والبنارات اللي تنحط برا المدرسة، كنت كلها أنا أصممها. فالمدرسة كان مرة مبسوط، إيه كان مرة مبسوطين على المدرسة. إيه هذا أول مرة أدري البنارات اللي تتعلق برا. إيه البنارات اللي تتعلق برا، الشهايد، الشكر والتقدير. كنت كلها أسويها أنا، جميل، شهادات التخرج. ف يعني كنت مرة أحب التصميم بس إلى الحين يعني إلى الآن ما تطرقت إلى موضوع الفيديو في ذاك الوقت يعني. إيه وكنت أحب التصوير بعد وقتها، يعني كنت أطلع أحب أطلع صور الشباب وكذا. حتى على أيام فيسبوك كنت أطلع بالكاميرا أصور، رحت فيسبوك يعني كنت مسوي شوية يعني حركة في فيسبوك. أذيك عاد هبت فيسبوك. وبعدين تخرجت من الثانوية، رحت أمريكا. في أمريكا ما أدري إيش صار، صرت يعني مهتم شوي أو مو مهتم، كيريس على الفيديو، إيش الفيديو، إيش المونتاج، برامج المونتاج. وبدأت على آي موفي وكنت أصور حرفيا باللابتوب. أصور آي موفي برنامج مونتاج زي البريمير والسوني. إيه بس مرة 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 بداية، مرة يعني أي حد يقدر يشتغل عليه، مرة مرة بداية وسهل. طيب فبدأت فيه وحب يعني زاد شغفي في
في موضوع الفيديو. بعدين جاء موضوع كان في حملة اسمها نبي الرحمة، صارت إن شباب قالوا إن بيوزعوا ورود في المدن، في بعض المدن الأمريكية، يوزعوا ورود على الأجانب بحيث إنه يعرفوا إن الإسلام دين السلم والرحمة، وإن النبي الرحمة، فكان يوزع ورود. فأنا كده طقيت على صدري، قلت خلاص بصور فيديو، وأول مرة أصور فيديو بكاميرا. هم طلبوا تغطية ولا أنت طوعت؟ لا أنا اتطوعت، كان هو يبون مصورين حلو. فوتوغرافي، بس أنا قلت لا أنا بصور فيديو. وصورت الفيديو ومنتجت، وأول مرة أسوي مونتاج وكل شيء، وعجبهم الناس الفيديو. فبعدها انتشر مرة مرة انتشار كبير، تبقى ما كنت والناس متوقع قاعد هالشيء. هي أبد ما كنت متوقع هذا الانتشار، مرة انتشر. فمن بعد تحمست إني أصور فيديو، وصرت خلاص يعني أحب أصور فيديو. أشطح، دخلت على الأفتر إفكتس هو البرنامج المؤثرات البصرية، تعلمته وكل شيء. وكنت أصور بعد فيديو أفلام قصيرة في أمريكا، صورت أذكر حق اليوم الوطني الكويتي حقك مع أصحابي الكويتيين في أمريكا. أنا صرت المخرج، قلت يلا خلينا نصور، وصورنا وانتشر بعد في الكويت وكل شيء. وبعدها أعتبر هذه النقطة الحين اللي بقولها هي الانطلاقة اللي خششتني أو دخلتني لعالم التصوير السينمائي أكثر ما هو الهواية. أو هنا بديت أنا أروح شوي احترافي أكثر ما هو هواية. اوكي. مؤسسة مسك قدموا برنامج اسمه شوف، إن ياخذوا الطلاب يودوهم هوليوود ويدرسوا هناك أسبوع أو أكثر من أسبوع، ناسي والله. اوكي. وقدموا تقريبا 400 شخص وكذا، وبس قبلوا 20، وأنا كنت واحد منهم. اوكي. طبعا كان في مقابلات، ولازم يشوفوا السي في حقي وش الشغل، وش لازم يتأكدوا إني أنا مهتم في الشغلة عشان يرسلوني. ورحت هناك وشفت العالم السينمائي الصجي، اوكي. الخرابيط اللي انا كنت اسويها دي جد كانت خرابيط. طيب. وشفت الكاميرات الضخمه والاجهزه المونتاج الكبيره وهذا، ورحنا يعني عاصمه الافلام هوليوود، وشفنا المؤسسات اللي تشتغل في الافلام، يعني لا افلام صجيه. واللي درسني هذا اللي كان يدرسونه، مثل هذا كان اشتغل في مسلسل فريندز، هذا اشتغل في مسلسل هاوس، المهم يعني ناس مرموقة جدا. فهنا خلاص يعني هذا الكلام كان قبل لا أتخرج من الجامعة بكم شهر. بس وش درسوكم بالضبط هناك؟ تصوير سينمائي اللي هو سينماتوغرافي، دايركتينج، مونتاج، كل شيء إلا تلوين. طبعا ما درسونا تلوين، اها حلو. صوت ما درسونا. المهم حتى صورنا في ست حق باك في ذا فيوتشر، نفس اللوكيشن اذا تعرف فيلم باك في ذا فيوتشر، اي نفس اللوكيشن بالضبط صورنا فيه، وكل شيء كان جاهز وكل شيء وجاهز للتصوير. بعدها رجعنا هنا، رجعت انا هنا بعد ما تخرجت من امريكا، حلو. وحبه حبه بديت اشتغل في التصوير الفيديو، واشتغلت على طوعت في مهرجان هنا عندنا، طوعت كنت أسوي فيديوهات واجد، ساعد الموضوع إني أصور فيديوهات واجد وأمنتج، ولاقى يعني إعجاب كبير هنا. وبعدين صورت دعايات الكافي شوبات وإعلانات بسيطة. اوكي. كنت أنا ويا صاحبي، بعد مو ما كنت أنا لحالي، كان هو يصور ما عرفت إلى الآن، ما عرفت التلوين، إيش ما أدري إن في شيء اسمه تلوين.
كل اللي تسويه حين إلى الآن إلى هالفترة تصوير ومونتاج. إيه بس إلى إيه الآن ما دخلت في التلوين. حلو. بعدين هذا صاحبي نفسه قال لي هو عنده فيلم قصير بيشارك مهرجان الأفلام السعودي. حلو. قال هو خلص المونتاج وكل شيء بيوديه عند ملون. كان في ملون، كان في ملون تركي هنا جاي في الظهران يشتغل. وأنا استغربت يعني وش يعني ليش تلون؟ وش التلوين وش هذا؟ قال لي ما عليك تعال وياي ونشوف. ورحنا للرجال، طيب دخلت الاستديو وشفت عدة التلوين وشفت الرجال يعني متخصص بهالشغلة، ويعني انبهرت انه هذا الانسان متخصص بشغلة بسيطة يعني شغلة صغيرة جدا في عالم صناعة السينما. حلو. شفت الشغل حقه مرة مرة استانست، ومع الاخذ العطاء معاه قال لي انت ادخل هذا المجال ما دامك انت داخل في المونتاج جرب التلوين. حلو. يعني في الاخير انت كله في البوست برودكشن اللي هو ما بعد التصوير، ممكن يعجبك الشغل. وفعلا يعني بدأت التلوين، كنت يعني مرة مرة يعني ما اعرف اساسيات التلوين ولا شيء، بس بدأت التلوين وعرفت يعني كيف يشتغل البرنامج، بس لسه ما عندي حلو الابجديات الكويسه في التلوين. حلو وبعدها حبه حبه خلاص مسكت مشاريع بسيطه زين، كنت امسك المونتاج والتلوين. بعدين مسكت الاول مره امسك تلوين بس بدون مونتاج مع فيلم قصير اللي هو فيلم نسيت الفيلم اسمه استغفر الله، مستثمر، فيلم مستثمر حق المخرج خالد فهد. هنا اول مره الون، اول مره بس الون بس ما اسوي ولا شيء. وكيف مسكت منصب او كيف مسكت الرول حق التلوين مدام انه اول مره؟ ايوه خالد فهد وعايض العمري، عايض العمري طبعا كان معي هو الشخص كنت اشتغل معاه، هو اللي قال لي تعال خلينا نروح عند الملون. اثنينهم تعرفت عليهم في هوليوود، اثنينهم تعرفت عليهم في هوليوود من ضمن العشرين واحد اللي جاء؟ ايه كانوا معاي. فهذه يعني اكثر حاجه استفدت منها في موضوع مسك وهوليوود ولوس انجلوس اللي هي داخل المعرفه حقتي، يعني صار عندي كونكشن كويسه من البدايه، يعني قدرت ادخل جو مع ناس نفس مجالي. فالمهم يعني خالد فهد هو المخرج الفيلم القصير المستثمر قال لي محمود قاعد اشوفك انت مره داخل جو في التلوين، احنا الفيلم حقنا يحتاج للتلوين، حاول كم واحد يلونه بس انهم ما هم متخصصين بالموضوع، فانت شوف جرب. فيعني كان هو تقريبا التحدي، وقال لي يعني تجرب ومنها يعني تكتسب خبره ونعرف اسمك. حلو. حلو. اخذت الفيلم لونته وكل شيء وضبطت الالوان واستانس مرة انبسط خالد على الألوان، وأنا مرة مرة انبسط إن حتى نعرض في إسراء ونعرض في أماكن كثير. وكانت هذه الانطلاقة الأساسية في التلوين، خاصة هنا أنا قررت أصير محترف تلوين بس لا غير، أتخصص في الموضوع. إيه وخاص أتخصص في هذا الموضوع، أنسى كل شيء، مو أنسى ابتعد عن كل شيء، عن المونتاج، عن التصوير، عن كل شيء، خاصة أثقف روحي في التلوين، إيش هو التلوين السينمائي، إيش يسوي، وإيش مثلا الشادو، إيش الميدتون، إيش الهايلايت، السكين تون، هذا بديت أقرأ في الأشياء التقنية في الموضوع، وخلاص، يعني حبة حبة بديت أمسك مشاريع أكبر وأكبر وأكبر، لين ما وصلت اللي أنا فيه، وأحس أنا لسه في بداية مشواري يعني مو حلو. حلو. قصتك انترستينج بقوة، خاصة تجربتك في هوليوود وبعدين تجربتك للتلوين والتصوير بشكل عام. طيب بسألك سؤال، أتوقع هذا الشيء يهمني أنا على الأقل، ممكن يكون تكنيكال شوي. بالنسبة كيف الواحد ممكن يدرس الألوان او يدرس هالشيء؟ طبعا لان في شيء اسمه الكالر ثيوري، صح ولا لا؟ ايه طبعا انا ما اعرف عنه ولا شيء.
بس دائما يعني أنا بالنسبة لي يعني كثري دي آرتست احتاج أن أستخدمه، بس حاجر الموضوع أو أن ما نعرف من وين أبدأ أتعلم هالشيء. يعني الكلر ثيوريز طبعا في أكثر من كلر ثيوري، في واجد واجد ما هي بس واحدة تنتهي. جميل. أنا تعلمت صراحة من النت، يوتيوب وكتب. يعني أشوف أن يوتيوب صراحة هو أفضل شيء، أو هو الشيء اللي استخدمته حق بدايتي. لازم تتعلم فلسفة الكلر ثيوريز، وكيف أنه مثلا إذا دمجت ألوان معينة إيش يرمز له، إذا دمجت ألوان معينة إيش يرمز له، مثلا إذا دمجت لونين متضادين مثلا البرتقالي والأزرق الفاتح المشهور، أشهر كلر ثيوري يسموه الكومبلمنتري أو والله نسيت اسمه بالإنجليزي، المهم المتضاد يكون كذا متكامل. واحد هنا واحد هنا، هو دائما الألوان تجي على دائرة كلر ويلز، فلون هنا ولون هنا. طيب مثلا هنا البرتقالي هنا الأزرق، هذا يقول الناس إن هذا الألوان إذا دمجتها مع بعض يعطيك حس الأكشن، حس الحيوية والحياة، لأن هم متضادين مع بعض فيصير فيه أكشن. في مثلا الألوان الأزرق الأخضر، مثلا الأزرق يعبر عن الحزن، الأخضر يعبر عن المرض، الأحمر يعبر عن الغضب والحب. فكل واحد يقدر يعبر عن شيء. طبعا انت تقدر تقول والله هذا الاخضر انا ابي يعبر عن حب. في الاخير هي ثيوريز، ما هي شيء رسمي يعني، ما ثابت يعني. ما في شيء ثابت او سيرتيفيكت او اي حاجه او اي بيبر تقول لا هذه كذا يعني كدا. لا في الاخير هي كلها ثيوريز، ما هو قانون، ما هو قانون فيزيكس يعني. ايوه بالضبط، انتربريتيشن كلها هو حس يعني، تحس والله انا احس ان هذا المشهد يبي الاخضر، ليش؟ والله احس ان المشهد في واحد مريض وكذا. حلو. طيب زين، لو اقول لك، لو جيك واحد ويقول لك ان انا بصير كلرست، زين ما عنده اي معرفه ولا شيء، ف وش بتقول له او كيف بدي لي على الطريق؟ أول شيء أنا بقول له ابدأ من اليوتيوب. طيب أنا بس وجهة نظري أنك تبدأ في اليوتيوب كويس، أنك تعرف البرنامج، بس عندي قناعة أن الأشياء في اليوتيوب كلها مغلوطات، كلها أشياء غلط تنقال يعني. المعلومات التكنيكال في اليوتيوب مو كلها، خاصة في البرامج التلوين انها غلط، لان الف واحد يقول الف شيء وما تدري مين الصح من الغلط. جميل. فعندي قناعه ان اللي قال في يوتيوب غلط، ليش؟ لان مصدر معلومات سهل، فاي احد يقدر يقول المعلومات اللي عنده وغير موثوق. يبغى فرق ان انت تدفع من جيبك، تاخذ كورسات، تتعلم من ناس أونلاين أو أوفلاين، حتى يعني دورة تكون ولا شيء. أقول دور أي أحد تدفع له فلوس علمك، يعطيك الأساسيات حبة حبة. أنا أشوفها أفضل من يوتيوب، بس إذا أنت ما تبي تدفع أوكي. شيء عشوائي يعني، أنا أحس اليوتيوب دائما يكون عشوائي. بالضبط، ما تدري في وين تبدأ في يوتيوب. هل ابدا من هنا ولا ابدا من هنا؟ لا، بس تكتب كالجريد هاو تو كالجريد يطلع لك 1000 واحد. عكس اذا والله دفعت عند واحد تقول له علمني يلا حبه حبه. فهنا اشوف موقع يودمي، اتوقع الكل يعرفه. يودمي في عن كل حاجه، تعلم عن كل حاجه، بس اللهم انك تدفع فلوس ولدرسك خلاص مرتب لك كل شيء. وقت ما تبغى تتعلم عندك كل شيء جاهز مسجل، بس خلاص اللهم ورقة وقلم حبة حبة.
فاشوف موقع يوديمي بعد مره 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 ممتاز. هو يعني انا بدأت في يوديمي، يعني اخذت كورسات يوديمي في الترويج وبعدها خلاص وصلت لمستوى اقول والله المعلومات اللي في يوديمي ناقصه، في اشياء ابي افهمها اكثر، فهنا تحتاج تبحر اكثر. جميل. بعدها خلاص قمت ادور الانستراكتورز اللي هاي كلاس انستراكتورز اللي منترشيب يعني ولا بس كورسات لا عادية؟ لا بس انستراكتورز وبدون منترشيب. ف اوكي. قمت ادورهم وين هذول اللي ادفع لهم دم قلبي عشان يعلموني، لانه هذول في الاخير هم اللي اشتغلوا على مشاريع ضخمه اللي من جد جميل. عندهم اللي تحتاجه. ف كذا يعني، بس ابي يعني هذا يبي لها يعني سنه سنتين على القليل، يعني يبي لها وقت لين ما توصل مرحله اللي لا خلاص انا بدفع فلوس واجد عشان اخلي احد يعلمني. جميل. ف يعني مو ما المفروض يعني المبتدئ يشوف الكورسات بسيطة في البداية بعدين ينتقل إذا إلى ذيك المرحلة؟ اي خذ كورسات بسيطه حتى يكون سعرها مره رمزي، يعني لا تفكر انك تدفع دم قلبك على شيء زي كذا، لا اتاكد ان انت حاب الشغله وشغوف في الشيء، بعدين خلاص اذا حطيت رجلك في الصناعه خلاص قول انا احتاج اني اطور نفسي. حلو. طيب انت طريت موضوع البرامج، زين. وش يعني بالنسبة لواحد يبي يصير كالورست، وش البرامج اللي المفروض يستخدمها ويعرفها؟ على طول اقول له دافنشي ريزولف، اللي هو بلاك ماجيك دافنشي ريزولف، بلاك ماجيك ديزاين دافنشي ريزولف فري، طيب ما تحتاج تدفع فلوس. فاي احد يبي يبدا الدافنشي ريزولف ممتاز، انك هو في فري فيرجن وفي اللي هو البيد فيرجن. الفري فيرجن اوكي يعني كويسه، اي احد يبي يبدا. البيد فيرجن اذا خلاص تبي تتعمق في الشغله. الفري فيرجن يعني ممتاز ممتاز، يعني حتى انا اشتغل في المشاريع او المشاريع اللي في البدايه كانت على الفري فيرجن وكانت يعني كويسه، بس في الاخير في اشياء في البيد فيرجن احتاجها، اني خلاص لازم اخذ كل شيء في البرنامج عشان اطور من شغلي. جميل. بس في الاخير مره ثانيه اقول خلاص الفري فيرجن مره مره ممتاز رهيب، يعني برنامج شوي بلا تتعلم عليه حبة حبة، بس البرامج كلها كذا. حلو حلو. طيب انت نفس الشيء برضو البرنامج تعلمت عليه من اليوتيوب؟ ايه جميل. بس انه كل اللي تعلمته الحين في يوتيوب ما اطبق ولا شيء حرفيا، وما اطبق ولا شيء تعلمته في اليوتيوب لان كله غلط. بس طيب لو يرجع فيك الوقت ما فتحت اليوتيوب؟ قول انا اللي اشوفه. لا بفتح لان يوتيوب اعطاني شغف في الاخير، اعطاني شغف اني اتعلم هذا الشيء، اعطاني خلاني يعني اقول هذا شلون سوى كذا، هذا شلون سوى كذا، خلاني يعني ابي اصير افضل، بس اعطاني الشغف. يعني ما اقول انه شيء غلط، بس انه في الاخير لازم تنسى اللي تعلمته في يوتيوب، لان لو الناس اللي في يوتيوب قاعد تعلم في ليش قاعد في يوتيوب؟ لو يعني لو الناس اللي في يوتيوب اللي من صدق هي بروفيشنال ليش قاعدة في يوتيوب؟ ليش ما قاعدة تشتغل على مشاريع تلوين أفلام أو مسلسلات أو دعايات؟ فاهم عليك. هنا النقطة لازم نفس الشيء، يعني مو بشكل كامل بس حتى في موضوع الـ 3D. يعني أنا ما أنا محترف ومسوي كم توتوريال، إنزين إن شاء الله يكونون صح. زين بس نتكلم صحيح، اليوتيوب اي شخص ان شاء الله ما خربت السوق هاك. الفكره انه في اليوتيوب اي شخص ممكن يبدا يسوي شيء، يعني بس مو اي شخص بيندفع له حق حق حق، يعني مو اي شخص بيدفع لاي شخص حق علمه، يعني فهنا هنا الفكره اللي اشوفها. طيب بس سألك عن موضوع، انت ما شاء الله يعني لو واحد يدخل الانستغرام مالك يشوف المشاريع اللي اشتغلت عليها زحمه. زين. الحمد لله، والله الحمد لله. بسألك عن موضوع الفريلانسنج في البودكاست اللي راح، كان مقابل واحد اسمه رامي فنان شخصياته،
زين، فسألت دين السؤال عن موضوع الفريلانسينج، بسألك كيف حصلت فريلانسينج، كيف تتعامل مع الزباين الفريلانسينج، وأهم سؤال، أهم سؤال بالنسبة لي لأن أنا حاولته بس عجزت فيه، كيف تسعر شغلك؟ أنا ما أدري كيف تسعر شغلك. كيف تسعر، كيف تأخذ فلوس أجر؟ أوكي خلاص بنبدأ حبة حبة. أوكي. خد عيد سؤال. كيف حصلت زباين الفريلانسينج؟ شوف كيف حصلت زباين فريلانس. أول شيء قلت لنفسي لازم أصير أكتف في إنستغرام، لأن أول شيء إنستغرام هي منصة، أفضل منصة لل أي فريلانس، إن أحد يشوف شغل فريلانسر والناس تعرفك. فقلت لازم أصير أكتف في إنستغرام، إن أحط بوستات كثير 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 كثير. فصرت استخدم فيديوهات ستوك، اشتركت في موقع فيديوهات ستوك بس مصورة بكاميرات احترافية، فقدرت اخذ الفوتج هذه والونها واحطها في انستغرام، فصرت اكتف مرة، يعني صرت انزل بوست كل يوم او كل يومين، فصرت مرة اكتف، فالناس صارت تنشر حساباتي حسابي زين وبوستاتي. طيب فمنها سويت تقول يعني حركة في انستغرام بالنسبة لي، يعني ما ادري سويت حركة لغيري، بس صار في الفولورز زادوا عندي، يعني كنت مرة يعني ما حد يعرفني ولا شيء، فزادوا الفولورز. مو مهم انا عندي عدد الفولورز، المهم عندي كواليتي الفولورز اللي تابعوني فعلا. انا ما يهمني مراهق يتابعني ولا لا، ولا محترمه كل المراهقين، بس ما يهمني المراهق يتابعني ولا شخص شغال، شخص يقدر اعمالك يعني، او ممكن او شخص يقدر اعمالك وانه يستفيد منها. اي اللي يهمني المخرج الفلاني يتابعني، جميل، المنتج الفلاني يتابعني، ولا مدير التصوير الفلاني يتابعني، هذول اهم ثلاثه عندي، لان هذول هذول اللي يجيبوا لي الشغل، هذول اللي يقول والله انا بيشتغل مع محمود. اما الباقي اوكي يعني حياكم الله، بس انه مو مره ميت خالص وابي متابعين لازم اوصل 10,000، لا انا اهم شيء عندي جوده المتابعين. جميل. ف قمت انشر كثير لين ما خلاص جلوا المتابعين اللي ابيهم التارجت حقي، وخلاص شافوا شغلي وقالوا خلاص محمود احنا بنشتغل معك. جميل. فهنا بدا الفريلانس عندي حبه، قمت اشتغل مع فلان، وهذا فلان اشتغلت معه يقول لفلان ترى محمود كويس، فلان الثاني يقول حق فلان الثالث ترى محمود كويس، وهكذا خلاص توسعت دائرتي. هكذا يعني صار من تفاعلك في الانستغرام. إيه؟ هو اللي خلق فرص للفريلانسنج. إيه السبب الرئيسي المشاريع تجيني انستغرام. انزين. السبب الثاني اللي هي word of mouth. حلو. طيب النتوركينج اللي سويته لما رحت اللي هو هوليوود مع 20 واحد. إيه. فادتني في البداية. نفعتني في البداية بس. حلو. مرة نفعتني في البداية. بس خلاص الحين الدائرة يعني كانت كذا صارت الحين كذا. طبعا ما راح توصل الدائرة الكبيرة إلين ما تبدأ بالدائرة الصغيرة. فالبداية هذه ترى مرة تفرق، يعني مو اللي خلاص طقاق أنا عديت هذه المرحلة، لا أنا صراحة ممتن للفرصة دي. أتوقع يعني لو مو ذي الفرصة في أشياء كثيرة ما صارت. ما أدري وش هي، بس أكيد في أشياء كثيرة ما صارت. أكيد. طيب كيف تتعامل مع الناس اللي يجون يبون طلبات من عندك؟ يعني انت ما شاء الله جوك اماكن يعني محلات معروفه زي جرير صح؟ اذا ما شاورما يس. بعد وش الاشياء اللي سويتها حق اماكن معروفه؟ اشتغلت مع البنك الفرنسي،
حلو. وزارات مثل وزارة الاتصالات، النقل، أو وزارة الموارد البشرية، وزارة التجارة، بعد ما أدري والله، في في شيء في كان في الـ سداد. في الـ في حلو حلو. طيب لما يجي أحد من هالوزارات أو من هالمحلات، وش يقولون لك؟ يقولون لك والله قطع عندنا الصوت هذا ال... عادي. أوكي تسمعني الحين؟ ايه ألو؟ ايه اسمعك. أوكي. فأعيد لك السؤال، لأن لما يجيك واحد من هالمؤسسات هذه أو المحلات هذه، وش يقولون لك؟ يقولون لك أن عندنا ايه الدعاية الفلانية نبيك تلونها كذا، يجون لك؟ شوف، أول شيء لازم أوضح لك الفكرة. أنا ما أتعامل مع الكاستمر، الهاي إند كاستمر، سواء وزارة، سواء مؤسسة، سواء بنك، سواء أي شيء. أنا ما أتواصل وياهم أبدا، ما أدري وش يصير، وش ما أدري خلف الكواليس، هذا اوكي ما أعرف عنه. أنا تعاملي مع اوكي الفيلم برودكشن. مخرج. اوكي زين، اللي هي الدائرة كيف تصير؟ المؤسسة يكون عندها اعلان، تبي عندها فكره اعلان، او انها جميل. تكلم ايجنسي، ماركتنج ايجنسي، والماركتنج ايجنسي هي تقول تسوي لهم حمله اعلانيه، جميل. والحمله الاعلانيه جزء منها فيها دعايه فيديو. حلو. دعايه الفيديو هذه تحتاج الى فيلم برودكشن هاوس، هم الناس اللي يجمعوا كل اللي في الست عشان يسوي دعايه. بعد ما يجمعوا الناس هذول يصوروا الإعلان، بعد ما يصوروا الإعلان بعض الأحيان قبل بعض الأحيان بعد، يكلمني المخرج أو أي حد، يعني منتج أو مخرج أو مدير تصوير، يقول أنا عندي إعلان أبيك تلونه. فخلاص التواصل يصير مع هذول الثلاثة. اوكي زين، تواصلك يصير مع المخرج وال منتج ومدير التصوير. حلو خلاص ممتاز. في وقت التلوين، خلاص اعطوني مشروع وكل شيء، بدينا تلوين، خلاص اتواصل مع المخرج ومدير التصوير. حلو حلو. طيب لما يجي يقول لك، يعني انت لما تلون الدعاية او الفيلم القصير في ثيم معين، إنزين هل يبي ثيم حزين، فهل يجون يعطونك هالتوجيهات هذه ويقولون لك احنا ايه نبي، من يقولون لك البداية، وش يقولون لك بالضبط؟ في البداية بعضهم يعطوني شيء اسمه مود بورد. المود بورد هو ايش يتوقع المود يكون في الإعلان هذا، فيعطوني مثلا باور بوينت ولا حاجة، ولا يعطوني ريفرنسز الأعمال الثانية، فيلم، إعلان، أي شيء، شيء ثاني، يقول احنا نبغى شيء جو مشابه لهذا الجو. حلو. فكذا يعني كذا تكون المحادثات بيني وبينهم. فيصير اخذ وعطاء في التلوين، الون بعدين ارسل لهم التلوين، يقول هذا والله قريب المود بورد، هذا مره بعيد، شطحت محمود، عيد التلوين، فاقدر يعيد. ف كذا الكوميونيكيشن بيننا حلو. يصير. فوش أصعب بروجكت أخذته؟ اصعب بروجكت اخذته في، ولكنهم فيهم تحديات. لا لا، في فيلم طويل، فيلم طويل، بلال السادس، شهر كامل الون فيه. لحظة دقيقة، عشان أعرف، أنت في اللقطة الواحدة كم تاخذ؟ على حسب، على على حسب، حسب. ما اعرف اقول لك والله هذه اللقطة اخذ فيها ساعة ولا شيء، على حسب اللقطة، الجو العام في اللقطة، الكونديشن في اللقطة، اللي هي تصويرها كويس ولا تصويرها سيء، الإضاءة سيئة، الإضاءة كويسة، على حسب كل لقطة تختلف. طيب الفيلم بلال السادس اسمه، ايه أخذت طبعا فيه الفيلم في شهر، شهر كامل. اي شهر راح كامل تروحك ولا؟ تدرون. لا لا صراحة، يعني كنت يعني اروح مروق، يعني فترة، ترى فترة طويلة، تروح تلون جزء بعدين خلاص تقفل، تجي اليوم اللي بعد تلون جزء. لا تروح، انت كنت تروح لهم في وين؟
اوكي لانك تروح... خبره انك فريلانسر انا اخذت هذا اي اتوقع أخ... مشروع فري بلان السادس اخذت الاستديو حقي زين نقلته لاستديو جاكار اللي هم الفيلم بروتكشن حق بلاد السادس. اخذت الاستديو كله كامل وديته هناك فصرت اداوم هناك، فاهم علي؟ بدل ما قعدت في البيت الاون لا اخذت اغراضي كلها صارت هناك. اي فقعدت هناك يعني مده المشروع، خلص المشروع خلاص رجعت هنا. ف اها في ايام المشروع كنت تداوم دوامك الصباح وتروح؟ ايه ولا؟ ايه بالضبط. واو فايه يعني من الصباح للليل لين الساعة 11 كنت يعني ما ارجع. ايه مشغول مشغول، ما اشوف احد، ما اطلع مع احد. كل هذا كان مدة شهر. ايه بس بعض الايام تكون فيها شوي الضغط خفيف بالنسبه للتروين، يكون خلاص خلصت اغلب الفيلم، فيصير يعني اهدي اللعب، اهدي البيس، خلاص عندي كم لقطه بس والمده لسه باقي فيها واجد. فاخذت حريتي يعني في الوقت. بعدين لازم اشوف الفيلم من جديد مع الالوان وغير التعديلات اللي تصير. تجلس فكان مع الـ مع لا لا لازم معاي، مو لازم معاي بس ألون لحالي، بعدين يجي المدير التصوير ويجي المخرج هنا ممكن شو اسمه ممكن نكي كذا تحس بضغط وكذا، هم يشوفوا خايف إن يقول يعطيك تعليقات ولا يقول ترى شغلك ما هو اوكي ولا شيء. فكنت خايف الموضوع هذا، بس يعني صراحه يعني كان المدير تصوير محمد اليوسف والمخرج حيدر الناصر عسل 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 الصراحه، كان مر مر يعني انا استفدت منهم اكثر ما هم استفادوا من شغلي. ف يعني كيف استفدت؟ طيب كيف تسعر شغلك هذا السؤال؟ شوف انا صراحه ما اخفيك يعني انا لسه في بداياتي في موضوع الفريلانس، ما اقول لك انا خبير وكذا، يعني انا صرت فريلانس الحين يعني حتى ما كملت سنه من قررت ادخل فريلانس واسعر شغلي، ما كملت سنه. جميل. يعني انا بديت جولاي 2020 الفريلانس. فكيف انا الحين اسعر بس عشان اهيك ان انا لسه مو خبير وعندي فورميشن واقول زي اي فاي على حسب العمل. اوكي انا بديت تلوين بسعر مره نازل. ليش بديت بسعر مره نازل؟ لان اول شيء ما عندي خبره، ما عندي سي في كويس، فبديت بسعر نازل بس ما بديت ببلاش. ما يوم قررت اصير فريلانس ما قلت بس ما سويت شيء ببلاش. سويت شيء نازل بس ما سويت شيء ببلاش لانه في الاخير قاعد تاخذ من وقتي. هنتكلم عن نازل الرينج بتوين يعني بين كم وكم؟ ولا هذه الامور الماليه مخفيه ما تحب تتكلم عنها؟ لا لا عادي بالعكس. يعني الرينج النازل بالنسبة للتلوين في السعودية يعني 2000 ريال، من 1500 ريال 2000 ريال للعمل ولا للعمل؟ إيه للعمل. أو أوكي إيه. جميل. حاولت أسعر مشروع بأكثر من طريقة بس ما عرفت، فصرت أسوي العمل فيكس برايس. خلاص أنت جي لي عندك عمل إعدام دي كذا أعطيك سعر كذا خلاص. هو أغلب الإعلانات كلها يعني دقيقة وحولها، فيعني السعر يكون ثابت. طبعًا الآن اللي اختلف فيه إذا كان يعني فيلم قصير، فيلم طويل، أو إعلان. فكيف أسعر؟ أنا صرت يعني أشوف يعني المقدرة المالية للفيلم برودكشن، إذا والله حاطين هم ميزانية كويسة بالنسبة لي خلاص أمشي على ميزانيتهم. بس إذا كانت مرة ميزانية مرة منخفضة يعني أقل من النص ولا شيء لا أحاول
يعني ناخذ ونعطي لما نوصل مبلغ كويس، عادة يكون يعني في النص. جميل. فحبة حبة يعني بديت يعني أرفع السعر حبة حبة، مو على طول. سويت مشروعين ثلاثة قلت يلا خلنا نرفع السعر، لا، أخذ أعمال واجد لين ما يصير خاص اسمك معروف في السوق. إذا حسيت نفسك أنت معروف الحين وإن الناس قاعد يكلمونك واجد، أرفع السعر. ليش؟ أنت بي خلاص في ناس تبي تتخلى عنهم، اللي مين اللي تبي تتخلى عنهم؟ اللي ما يدفعوا أو إنه يدفعوا شيء بسيط. أنت تركيزك الحين على الناس اللي يدفعوا كويس. جميل. لأن في الأخير اثنينهم بياخذوا نفس الوقت. حلو. زين، أنت بتشتغل على المشروع بست ساعات بياخذ منك 1500 أو إنه سوري بيدفعوا لك 1500، على مشروع ثاني بياخذ منك ست ساعات بيدفعوا لك 3000 ودبل السعر. هذا مثال الحين، الأسعار دي مثال. فخلاص ترفع السعر عشان الكواليتي للعميل يصير أفضل، الناس اللي تجيك تكون أفضل من اللي قبل، لأن ترى اللي يدفعوا لك شوي هذول يعني صعب تعامل معهم عادة. يعني اللي يدفعوا لي شوي أصلا العمل حقهم يعور الراس، يكون تصوير سيء، الصورة سيئة، يحتاج لها شغل أكثر، عكس عن العميل اللي جيلي طلباتهم تكون غريبة. إيه طلباتهم غريبة، يقول لي كذا بعدين غير رأي، بعدين غير شو غير رأي. فإذا أنت إذا رفعت سعرك بيجيك العميل الكويس، وهنا خلاص أنت بصص في الشغل، الصورة حلوة. فكذا طريقة تسعيرتي، وخلاص يعني تشوف أنت بعد الهاي إند كلاينت، تشوف والله مشروع الجهة معينة تقدر ترفع مشروعك شوي، تعرف أنهم أصلاً دافعين واجد للفيلم برودكشن. أنا عن نفسي ما على الأقل في هالفترة يعني جربت أسوي فريلانسينج، ما حبيته وايد. ليش؟ يمكن أكيد قابلت أنت لما قلت أن الناس اللي تدفع قليل طلبات يعني يكون صعب التعامل معهم. يعني يجيك طلبات غير واقعية بعض الأحيان وزي كذا. يعني أنا سويت فريلانسينج وبس، ما يعني يمكن سويتها يمكن 8-10 طلبات، تسعيرتي كانت مضروبة زين، مضروبة كانت زين. وكان في تعليقات وايد يعني نبي الشغلة الفلانية، بعدين يجون يقول لا 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 عدلها، سوها الشغلة الفلانية، بعدين لا سوها كذا. كان مزعج بالنسبة لي، أنا عن واحد من الناس أنا أتحمل، بس قلت مو في هالفترة خلاص، خل هال، وخاصة أنهم ما يدفعون لك شيء يعني المبلغ أبدا ما يسوى حق أنك تتحمل. إنزين، فهذا نفس اللي صار. يعني هل كان عندك تجربة سيئة مرة مع الناس اللي خلينا نقول أنها الزباين السيئين؟ إيه بس مو واجد والله. يعني قلة قليلة، حتى يعني عنده بصابع اليد الواحدة اللي تعامل معاي علاقتهم وينت ساوث، اللي مرة صار مرة سيء، مرة قليل، اللي خاص لدرجة اني كنسلت المشروع ووقفت التلوين. يمكن مرة مرتين سويته بس. غير عن كذا صراحة هو يعني شوف الفيلم اندستري، يعني الشباب اللي يشتغلوا فيه او المخرجين او مديرين التصوير عاده يكون كويسين، او غالبا مو عاده، غالبا يكون كويسين فاهمين الشغل. جميل. فيكون متفاهمين ليش سويت كذا وليش بسويت كذا. حلو. طيب بالنسبه للادوات اللي تستخدمها، انا كان شفت صور عندك في زي المونيتور الصغير او شيء زي كذا، او وش الأدوات اللي تستخدمها عادة؟ تبي أرويك ولا محتاج؟ المشكلة الحين عادي في عمل، خلنا طفي طفي جنجة لو حاب. حلو هذي. زين. أوكي. حلو. هذا العمل المشكلة عفسة بعد، اسمع عليك. شوف هذا السيد حقي. حلو. عندي هذا يعني الألون فيه، هو اللي عدت على الألوان في الويلز هنا.
هذا خاص بالتلوين؟ إيه هذا خاص بالتلوين، ما له شغل بالمونتاج. وهذه الشاشة اللي اسمها reference monitor تكون دقيقة في الألوان، مرة دقيقة، عشان هي الشاشة اللي أشوفها إذا بلون. حلو. وهذه التلفزيون هو اللي حط فيه برنامج التلوين أو يسموه الجوي GUI. فهذا الأجهزة الأساسية في التلوين. الجوي هو اللي حط فيه برنامج التلوين واشتغل عليه واشوف ان هل واشوف فيه البرنامج، بس اللي هو اليوزر انترفيس حق البرنامج. الريفرنس مونيتور يكون عاده اكيوريت كلر، لانه هي راح يكون في اختلاف بين التلفزيون وبين الشاشه، مو شرط التلفزيون اي شاشه، راح يكون في اختلاف. ف بيكون مصدري او المصدر الموثوق الشاشه هذه اللي هي جميل على الطاوله ريفرنس مونيتور. عاده يكون اسعارها غاليه لانها التارجت حقهم كلرس، يدرون الكلرس بيدفعون فلوس واجد عشان يحصلون نتيجه كويسه. اوكي، يا هذه الادوات موجوده هنا في السعوديه ولا انت جايبينهم برا؟ والله شوف، الشيء الوحيد اللي شريته تلفزيون. طيب التلفزيون الشيء الوحيد اللي واجد تجيب من برا، يكون شحن غالي ما واجد. من كل الاشياء والله للاسف ما حصلت هنا، يعني اذا حصلت تكون اوت اوف ستوك، صار لها 5 شهور اوت اوف ستوك. اوكي فالله يخلي امازون ونيو هيك. كلفتك ولا يعني بالنسبه لش خلينا نقول يعني ما ادري، اخاف اقول سعره يطب عليه حراميه اللي بقول غلط. لا بس الفكره في وين؟ الفكره ان لو واحد جرب الشغله ويعني وحس انه يحبها وتحمس وقال يبي ياخذ هالشغلات، ف يعني متى تنصحه ياخذ هالادوات الاحترافيه هذه؟ اذا استلم مشاريع، اذا صار انت ناس يجولوا لك كل شوي يقول يلا لو لنا خاص، انت تقول اوف انا الحين ما دام ان الناس قاعد يجولوا لي، فلازم اعطيهم افضل شيء عندي. ولازم يكون يعني لازم اكيد عندك عندك مصداقيه و على قولت انتجريتي. ف من الانتجريتي اللي تحتاجها ان الناس او شلون اقولها لك، او المصداقيه، انك تعطي افضل شيء عندك للعميل. حلو. انا طيب كيف اعطي افضل شيء عندي للعميل؟ انه يكون عندي الاجهزه مكتمله وعندي افضل شيء. لأن العميل يعطيني المشروع، يعطيني الإعلان، يعطيني الفيلم، يقول محمود هذا عنده جاهز إنه يلون لنا هذا العمل. فإذا شاف عندي المونيتر أو سوري الكنترول سيرفس اللي رودك إياه قبل شوي، يقول والله هذا أوكي يقدر يلون، يعطينا دفة زيادة. إذا شاف الريفرنس مونيتر يقول هذا يقدر يسوي دفة زيادة. لين ما يوصل ليفل خاص احترافي، خاص محمود يقدر يوصل ليفل احترافي. حلو. كم يعني قد وين فرق عنك؟ قد وين فرق الادوات في الشغل؟ هل يعني هل سرعتها بنسبه 50% 100%؟ تحس اي مره او شيء يسرع الشغل وكواليتي افضل. يعني كل ما اشتري شغله، طبعا انا ما اشتري كل شيء مره واحده، لا حبه. اوكي طيب، أول شيء شريت الجهاز كمبيوتر، بعدين شريت يعني فهمت عليه حبة نفهم. بس إن كل ما أشتري شغلة أكتشف إن اللي كنت أسويه غلط، أو اللي كنت أشوفه أنا صب عيوني غلط. يعني مثلاً كنت ألون على الشاشة التلفزيون بس عندي شاشة واحدة، كنت أشوفها أوف خرافية رهيبة. في يوم شريت الريفرنس مونيتور، هذا كل اللي قاعد أشوفه هنا غير عن اللي هنا. طيب لهالدرجة يفرق؟ إيه يفرق واجد. يختلف كل شاشة وعندها مواصفات غير. طيب اللي كان معي في البودكاست في الحلقة اللي راحت كان فنان شخصيات، تكلمنا عن موضوع الأيسس. إيه. إنزين، أنت عارف هالموضوع؟ إنزين، تقدر تعطينا نبذة بسيطة عنه؟ شوف، ايسس هو كلر سبيس
سووا الأكاديمية اللي هي اللي نفسهم اللي يسوون الأوسكار وكذا، هم يسمون دي أكاديمي. ف والله نسيت وش الاختصار، هو الظاهر هو أكاديمي كولر سبيس ريسس، ما بيتفلسف، يمكن غلط أكيد غلط. المهم تمام حلو فإيسس وهو كولر سبيس محايد ويعطيك نتائج كويسة. ليش محايد؟ لأن أنت بتصور العمل بعض الأحيان في أكثر من كاميرا، بتصور في حلو الآري أليكسا، وتصور مثلا في الريد دراجون، وبتصور في سوني اف اكس 7 او اي كاميرا، اي كاميرا. فكل كاميرا بتصور شيء ثاني اصلا، ما في كاميرا بتصور نفس الكاميرا الثانيه، ما في، حلو كلهم يختلفوا. فالايسس وهو الكار سبيس اللي يجمعهم كلهم، انه بحيث ان كلهم يطلعوا بلوك واحد. خلاص انت صورت باري، خلاص بحوله من اري كلر سبيس الى ايسس كلر سبيس. صورت بريد، بحول من ريد كلر سبيس الى ايسس كلر سبيس. وغير ايضا الكلر سبيس حق الايسس نطاقه واسع، فيساعد اصلا يعطيك الوان واجد. فهذا الايسس يعني يستخدموه يعني في الهاي اند برودكشن، في السينما، جميل الهوليوود، الأفلام اللي تشوفها في نتفليكس عادة نستخدم ISS. حلو حلو. طيب انت قبل فترة بس ما ادري قبل كم عطيت دورة او كورس صح ولا لا؟ ايه هل هالشيء تسوي ضحكت انت في قصة ايه وراها قبل سنة، قبل سنة الكلام؟ لا اللي قبل سنة كنت افكر روحي فاهم الشغلة ولا طالع. قبل سنة والله أشياء واجد ما كلنا أعرفها. كذا كلنا كذا اتوقع ان إيه إيه. هذه الشغله اللي الواحد يطيح فيها تعرف اذا ما كنت غلطان يسمون الكونفيدنس تشارت ناس اسمه والله انك اول ما تبدا في اي شيء تحس نفسك فاهم فاهم كل شيء اسطوري مجرد تعرف فيه شوي صرت تحس نفسك مغفل ما تفهم فيه شيء وخلاص رايح فيها بعدين تبدا اوكي بس ثقتك ما عمرها ترجع زي ما كانت اول ما بدات لان الثقه ايوه البدايه كانت بالضبط عباره عن غرور ما هو ثقه صحيح صحيح يعني صحيح هذا الشيء بالضبط. اشوفه انا في يعني في الناس على الاقل بالنسبه للمجال لان فيه 3 دي ارتست كثير منهم يشوف 4-5 توتوريالز حق بيجنرز ويحس نفسه الحين فاهم وبيدخل بيكتسح الدنيا صحيح هو في كل شغله يعني طلب الكرياتيف سايد حقك، يعني اول ما تعلمها تحس انك اوف والله فاهم، انا خلاص انا مدرب الامور. بعدين حبه حبه اكتشف انك ترى عندك ولا شيء، يعني نفس الشيء صحيح في صحيح هذه ال دام انك جبتها الطاري لما هل جاك اي واحد في الكرياتيف سايد زي ما قلت يمر ببعض الشغلات منها الشك انه دائما يقول يا اخي انا ما افهم مستواي سيء ما اقدر انا الى الان تجيني الشكوك، يعني مو شيء يعني فتره وتعدي، لا تجيك من فتره لفتره. وكيف تتعامل مع هالشيء؟ لانه فعلا يكون شيء كيف اوصفه انه مدمر، انا اقدر اوصفه انه مدمر فعلا مدمر، فكيف تتعامل فعلا مع هالشكوك حتى هذا؟ نفسيا تحس ان تتعب نفسيا، يعني تحس ان تحس كل التعب اللي تعبته وكل الاشياء اللي تعلمته كلها تروح يعني هباء منثوره. بس ان انا من افضل الاشياء اللي اسويها ادخل كورس، حلو اتعلم حاجه، يعني اتعلم حاجه في نفس الشغله ادخل كورس على طول. حتى لو اقول اوف انا فاهم الشغله ليش ادخل كورس، يعني ما احتاج ادخل كورس. بس يوم اذا تدخل كورس، اي كورس كان سواء اونلاين سواء تبحث تشوف بيبرز تقرا كتب، احس تسترجع الثقه فيه، تحس انه اوكي اكتسبت معلومه جديده راح تساعدني. فهنا تحس انه اوكي في مجال اني استرجع ثقتي واتعلم واسوي شيء جديد. حلو حلو. فبالنسبة لك أنك تتعامل مع الشكوك بأنك تقرأ وتبحث وتتعمق في نفس الموضوع
حق تاخذ معلومات جديده وتطبقها. اي بس يعني اهم شيء ان لا تخسر الشغف نفسه، خل دائما الشغف فيك. يعني لانه بعض الاحيان اوكي بيجيك شك راح تخسر الشغف، اذا خسرت الشغف خلاص يعني حتى الكورس ما تبي تاخذ. فبس اهم شيء الشغف لا تخسره، خل دائما الشغف فيك، خليك شغوف الشغله. هل هل وصلت لمرحله انك كنت بتخسر شغفك؟ يس. كيف؟ انا كنت اشتغل ما ادري افرض اقول لك. اذا ما اذا تبي تشفر عادي ما عندي مشكله. اوكي خلي اشفر. انا كنت اوكي واشتغل في شركه معينه. اها طيب، هذه الشركة المعينة توديك الصحراء. أوكي. تشتغل في الصحراء مدة أسبوعين، ثلاث أسابيع، ما أدري. أوكي. طول هناك. شركة بترول ما بترول كذا. فكنت صراحة كان الراتب عالي. يعني الراتب يغري إنك تشتغل في هذه الشغلة وخلاص يعني. تعيش حياتك أنت في هذه المهنة. طبعا الشغلة هذه بعيدة مرة عن التدوين مثلا. جميل. فإذا شغلت هذه الشغلة خلاص كل الكريتيف سايد اللي تعلمته السنوات الماضية خلاص انسى وخلاص وكرس حياتي على هذه الشغلة. بس يعني ديب انسايد مي يعني كنت دائما اقول حق نفسي لا انت محمود تبي تصير كالارست. دائما تبي تصير كالارست خلاص انت كرس حياتك تكون كالارست. مع انه اوكي الشغلة والله راتبها يعني ما احتاج اكون كالرس او اي شيء ثاني خلاص دي راتب الشغله دي تكفيني الحمد لله يعني كان راتب كويس وعالي بالنسبه لواحد توه داخل وتوه متوظف. بس في الاخير راح تنسى يعني حياتك الاجتماعيه راح تكون اضعف، الكرياتيف سايد راح يقل مو راح يقل راح يختفي. ففي ذيك الفتره كنت اقول خلاص انا ما احتاج اصير كالرس. بعض الأحيان تجيني ذي الفترة تقول أنا والله ما أحتاج أكون كذا بس خلاص أنا مكتفي والحمد لله يعني أقدر أسوي أكون حياتي أبني بيت أشتري سيارة. بس في الأخير يعني كنت راجع نفسي أقول أنا ما أبي يعني كذا مو طموح حياتي يعني ما راح أشتغل طول حياتي علشان أسوي بيت أنا ما أبي يعني تخيل نفسك انك تعيش عشان تسوي بيت يعني يعني الطموح هذا ابدا ما يستهويني. ايش الطموح هذا يعني حياتك تروح كلها سنوات تروح من حياتك كلها عشان بيت او سياره او اي شيء مادي. لا ابي دائما اقول حق نفسي ان ابي اكرس اسم في التاريخ. تاريخ ايش والله تاريخ السينما السعودية، تاريخ صناعة الأفلام السعودية. فعلى قولة غازي القصيبي يقول لك عمق الموهبة هو اللي يحدد عمق وجودك في التاريخ. يعني هذه المقولة اللي أعيش عليها يعني أبي لا خاص كرس روحي أني أكون كالارست وأموت وأز كالارست خاص ان التاريخ يذكرني از كالرست خاص الكالرست السعودي محمود مصر. ف الجمله اللي انت حاطنها اتوقع انك حاطنها في تويتر انك تبي يعني انك تبي تترك بصمه في السينما السعودي صح ولا لا؟ ايه صحيح. انا هذه قول وهذا اللي قاعد اكرس حياتي الحين لهذا الشيء. خلاص اصحى من النوم ابي اكرس حياتي بس حبة طبعا مو فجأة كذا بتكرس حياتك. بس حبة يعني لازم أشتغل كل يوم كل تفكير أغلب تفكير يكون في التلوين أبي أتعلم أكثر ومستحيل أوصل. لازم أقنع نفسي أنه مستحيل أوصل للنقطة اللي أقول أنا خلاص اكتفيت مني أتعلم تلوين. لا لازم أحرك نفسي طول الوقت مو شرط تلوين يعني أي أحد يبي يدخل في الكرياتيف سايد بيصير رسام بيصير يعني مصور بيصير مخرج. انا اشوف انه لازم يكرس حياته لهذا الشيء خلاص كل كل شيء حوله يتمحور حول هذا الشيء اللي يبي يكون هو. ف
فعلا احس قاعد اقول كلام وما ادري متى اوقف. لا لا كمل كمل. انا اقول لك اياها، انا هالنوع من التفكير او النوع من الكلام او النقاشات هذا اللي فعلا احب ادخل فيه، يعني خاصه تكنيكاليتيز حلوه، قصه البدايه حلوه، بس انا يعني كنت بقول لك الجمله اللي حاطنها انت، يعني انا احب هالنوع من التفكير، ان الواحد يكون عنده هدف طموح. يعني اذا في شيء تعلمته من شغلي في المستشفى كتمريض، ان انا خلنا اقول ان انا اشوف ناس تموت، ما بقول بشكل يومي زي، بس بقول بشكل اسبوعي حلو، بحكم شغلي حاليا انا اجلس مع المرضى بعد ما تمر الازمه، او بعض الاحيان في خلال الازمه، ف جزء من شغلي ان انا اسمع لهم زين. فلما يبدون يتكلمون، كل ما اجلس مع واحد انا اتحفز ان انا ابدا اشتغل على هدفي يعني والحلم اللي بسويه، لان فعلا كثير تستغرب من كميه الناس اللي اعمارها، تتكلم جميع الاعمار، بس انا اتكلم لك بالذات عن الفئه ال 60 وانت طالع، ان يندب حظه ويقول ويش اللي قاعد، خسرت حياتي كلها وانا ضيعت حياتي كلها وانا ألاحق وراء الفلوس، ألاحق وراء المشاكل، أشياء غبية ما كان المفروض أسوي عليها مشاكل سويت عليها مشاكل. ويقعد لما يكون زي الباب، أو زي وش أسميها، زي السد تفتحه بفوض زين، فيبدأ يتكلم عن ضيعت حياتي كانت فاضية، أكل ونوم وش يقولون، أكل ونوم وقلت صنعت صح؟ قلت صنعت إنزين، قلت صنعت ولا مرعز الزبد، إنه يظل طلعنا اثنين فاشلين في الأمثلة البلدية. إيه ما عليك. إنزين، فالفكرة إن يعني أشوف نفسي إنزين، لو ما تبعت يعني هدفي والشغلات اللي بيها، أشوف نفسي واحد من هالناس اللي على السرير، يعني احتمال يموت احتمال ما يموت احتمال يعيش، ما يدري وش مستقبله، وعليه 2000 قرض بسبب أنه كان يبي يشبع رغبات لحظية زي أنا، أشياء مادية، بيسافر يبي يشتري سيارة بيسوي هالكلام. فاليوم كان بغير شوي القصة عشان خصوصية الرجال، كنت جالس وجاني واحد كبير، يعني كان يبي زي الورقة زين حق البنك يسقط عنه القرض حلو، فقلت له تعال اجلس خلنا نتكلم. يعني فهو يتكلم قال ان يعني ذي القرض ماخذنه من زمان على بيت ما كان يحتاجه في ذاك الوقت، على بعدين اخذ قرض زياده على سياره وما كان يحتاج السياره، كان كل تفكيره انه يروح الشغل ويرجع وينام، ف وهو حين وصل الى مرحله انه ما يقدر يشتغل ما يقدر يسوي شيء زين بسبب المرض اللي هو فيه. فهالنوع من القصص دائما يخليني اقول، يعني حتى في أتعس الحالات، في أصعب الحالات، في المواقف اللي أحس فعلا تكون صعبة، هالنوع من القصص يخليني أن أنا أدفع لقدام، أحاول أعطي كل اللي عندي. ومن هالكلام في مرة، يعني هذه المرة الوحيدة اللي أتذكرها خلال السنة تقريبا، السنة اللي راحت في نفس هالوقت تقريبا، السنة اللي راحت في نفس الوقت تقريبا كان البيك كان الذروة حق كورونا تقريبا إنزين. فأنا كنت relatively الشغل لأنه فيه كان مريح لحد ما، فقالوا لي تعال منير أنت وعشرين واحد نطلعكم من المستشفى اللي أنتم فيه، بنوديكم لهو ICU كورونا. حلو. أذكر ليومك، يوم رحت أول يوم لهناك، فكنت أمشي ووصلت للباب تك تك تك، انت تعرف ان كان لسه كورونا كان على ايام عز، وانا ما ادري وش ما حد يدري وش الطبخه، ما حد يدري. فكنت رايح الصباح انا الساعه 7، في الساعه 7 احنا عندنا، لان احنا نشتغل 12 ساعه، فعندنا تسليم
يعني الناس اللي يشتغلون الصباح يجون اي هاند اوف يجون يستلمون الناس اللي في الليل. ففتحت الباب، اول ما انفتح الباب الاي سي يو كبير، تتكلم عن فوق الظهر 36 سرير، الناس كم بالضبط، وكل سرير فيه احد، يعني فيه ممرضه وممرضه، وكل يعني فيه دبل، في شفت الصباح وشفت الليل، زين، فدلين فوق ال70، والدكاتره الصباح والليل كلهم موجودين. فاول ما دخلت اطالع معركه فجلست دخلت امشي وما حد، يعني كل مشغول، كل المرضى كانوا تعبانين وحالتهم حاله. فدخلت سلموني المريض اللي انا بستلمه من هالكلام، فبديت شغل وياه. الزبده في وين، بعدها باسبوع هذا الموقف اللي بوصل له انا، ان كنت داخل، طبعا احنا كنا نلبس اول ديك الايام كنا نلبس الهلمت كانك تدخل مركبه فضائيه، زين، تكون مربط حالك ولابس 2000 شغله ومن هالكلام. فالمريض اللي كنت ماسكنه انا كان تعبان 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 بشكل مو طبيعي، زين، نتكلم ان احنا في شيء عندنا اسمه تشبع الاكسجين في الدم، طبيعي المفروض يكون 95 وفوق، زين، ذاك كان عنده تقريبا 51. حلو. وكان اساسا موصل بجهاز تنفس، وما كان احد قادر يدخل يساعدني لانه ما كان في اغراض ان الناس تلبسها. حلو. فانا قاعد احاول اشتغل يمين يسار، اعطيه دواء، اعدل الجهاز، قاعد اسوي اشتغل باللي اقدر عليه. وفجاه وانا اشتغل، طبعا يكون في حزام حق الجهاز نفسه، زين، موصل بزي الخرطوم للهلمت حق يعطيني اكسجين، يعني زين، او يسوي فلتر، مو يعطوني اكسجين، يوصل فلتر حق الهواء. انفك الحزام زين، انفك وشوي بطيح، وتخيلت والوضع حرج، وقعد اربطها. في ذيك اللحظه حسيت نفسي خلاص بستسلم كل شيء، ما بسوي شيء، انا برجع البيت بس وانام، ما ام بسوي شيء، زين. في نفس ذاك الوقت كان في معسكر حق الأكاديمية السعودية أنا كنت مشارك فيه، إنزين، حق تطوير الألعاب، وكان مدته 3 شهور، وكان صعب بالنسبة لي 12 ساعة وأرجع أشتغل عليه على الأسايمنت اللي أعطوني إياها. فخلاص من ذاك اليوم قلت أنا برجع البيت، برجع الشقة وبس، بانا ما بسوي شيء. كان جزء من الثانية جي تفكير زي كذا، بعدين قلت لا، ما أنا مستسلم، هبقى أكمل ولا فيها. وفعلا كملت وربحت، صرت يعني 1 من 10 الاوائل، زين، حتى هذا الايفون ربحت من من المعسكر، زين. فالفكره في وين، زي ما قلت ان تحتاج هالمعنى انك تدف تتقدم وتسوي شيء، تسوي شيء فيه معنى على الأقل، لأنك تترك لنفسك بصمة في حياتك على الأقل، يعني. ولا صحيح، ترى هو، لأن بعض الأحيان ترى الراتب إذا كنت عاد تشتغل في شركة وتسوي شغلة تحبها، الراتب بعض الأحيان يكون شيء سيء بالنسبة لك، لأن ليش؟ أنت بتقول والله أنا يعني هالاسبوع ما بيشتغل، جميل، بينزل لي راتب وما يحتاج اعور راسي على كم ريال زياده، ما احتاج، الحمد لله الراتب كويس. حلو، هذه النقطه اللي تقول فيها لا، الراتب هو اللي بيعيشني، ترى هذه النقطه تعتبر سيئه بالنسبه لي، ما بيحسس نفسي ترى بعض الاحيان في راتب راح يخليني كسول في شغلة اللي أحبها. عشان كده خلاص أنا ركزت على التلوين، هو الهدف أو هو الشغل الشاغل. جميل. وفي شيء ثاني لازم الكل يعرف، إن صحيح أوكي أنت عندك الشغف هذا، بس لا تحرق روحك علشانه. أوكي، ثابر، تعلم الأساسيات، تعلم الأشياء التقنية، تعلم واشتغل، بس انه لا تحرق روحك في الاخير، انت يعني ما تبي تكره الشغله.
ف هذا الموضوع انا كنت قاعد اكتب مقطع عنه، لان في قناه اليوتيوب فيه يعني اسوي البودكاست واسوي زي ما ادري ايش اسميها، اسميها فضفضه او شيء زي كذا. كنت اكتب مقطع عن موضوع كنت بسميها ان استمتع في كل لحظه، عيش كل لحظه وانت تلاحق ورا هدفك او شيء زي كذا يعني. لان في احس اتوقع ممكن انك حسيت بهالشيء، انك وصلت الى مرحله، حتى يعني وصلت الى مرحله بعض الاحيان ما تقدر تستمتع بوقتك، تبي مثلا تبي تلعب، تبي تشاهد فيلم، تبي تقعد تشاهد نتفليكس، تحس بالذنب ان لا المفروض المفروض ما تحس بالذنب ترى. المفروض ما تحس بالذنب، بس كثرت تحسسك بالذنب. انا يعني اذا كثرت لا احس بالذنب، اذا لعبت فيديو جيمز كثير احس بالذنب، بس في الاخير لا ابي العب. يعني انا من صغري احب الفيديو جيمز، بس يعني ما اقدر اكثر، بس لان الاخير دي تعطيك ريفرش، الافلام والمسلسلات والفيديو جيمز تعطيك ريفرش في حياتك، حتى من جهه الكرييتيف سايد. يعني انت حتى بالنسبه لك يعني تشوف افلام، واتوقع انها تجيب لك الهام كثير يعني. اي بالضبط والله. انا هذه المشكله لسه اعاني منها، احاول اصلحها. يعني تشوف كميه الالعاب اللي عندي مني جزء كبير منها شريتها عم بلعبها بس ما انا قادر. انزين، فهذا الشغله انا قاعد احارب معاها. احسن الحين اقدر ان امسك لعبه والعبها شوي، اقدر اشاهد فيلم ولا شيء، الحين احسن من قبل. بس انا الاول ما يعني في نص او اول ما بديت تقريبا فعلا كنت ما اقدر، شعور الذنب يقتلني. انزين، هذا اكثر الناس الكرياتيف يحسون بهالشيء. طيب، على لما سألتك عن الدورة، عن الدورة اللي عطيتها، أنت ما تفكر تسوي كورسات أو دورات جاية أو شيء زي كذا؟ والله شوف، ما أخفيك، ناس واجد تكلمني في الانستغرام، تقدم دورات ما تقدم دورات، إيش الشغلة. بس أنا الحين حاليا يعني وصلت مرحلة اللي أنا أحتاج دورة. طبعا لا والله، ان في زي ما قلت انت بالبدايه، ان في البدايه تفكر روحك فاهم بالشغله كلها، بس تكتشف انت فاهم شغله بسيطه بس. هذه الشغله البسيطه اللي انا قدمت في الدوره الماضيه، العام الماضي في العيد. جميل. عيد الفطر بالضبط. فانا الحين حاليا شفت لا، في اشياء واجد ما اعرفها، في اشياء واجد لازم اعرفها اكثر في التكنيكال سايد. حلو. فالصراحه حلو. حاليا اني ما قاعد افكر اني اقدم دوره. حلو. ان شاء الله يعني في المستقبل، مو قريب، بس ان شاء الله اذا حسيت نفسي خلاص انا ملم في كل شغله في التلوين، واقدر اعلم اي احد في التلوين واثق من المعلومات اللي اعطيها، ما في ولا معلومه غلط تنقال، حلو، في هذه اللحظه ان شاء الله راح اسوي دوره. طيب، سؤال احب دائما اختم فيه، وش نصيحتك لاي شخص يبي يدخل المجال اللي انت فيه؟ سؤال صعب. طيب انت وش خلنا ابسط لك اياها، ممكن بهالشكل يكون ابسط. وش نصيحتك لنفسك اول ما بديت؟ هنا اسهل صح ولا عقدت الامور؟ لا تفلسف من جد. من جد في التلوين لا تفلسف. الموضوع سهل، صعوبة الموضوع ان تقول ان ترى الموضوع سهل. الناس فكر التلوين لازم نسوي 1000 شقة وكذا، وحطينا لون ونلون نسوي 1000 شيء، ويحاول يقلد الفيلم الفلاني الفيلم الفلاني وكذا لازم نسوي كذا. فلا، الموضوع ترى مرة ريلاكس، مرة الموضوع سهل، التلوين مرة يعني سهل، بس الصعوبة إن تقول ترى الشيء ما يبي له يعني تعقيد، هي الصعوبة إن تمسك الفيديو وتشتغل عليه وتقول ترى الموضوع ما يبي له تعقيد. فهذه نصيحتي أي أحد يبي يبدأ في التلوين، ابدأ حبة حبة ولا تتفلسف. حلو.
وين ممكن يحصلونك الناس حساباتك؟ انستغرام، تويتر مره يعني ما تويتر شخصي يعني ما اصلا ما اتكلم عن اي شيء علاقه بالتلوين، اتكلم عن ارسنال، اتكلم عن الكريبتو كرنسي شويه، اتكلم عن مره شخصي يعني اتكلم عن اشياء شخصيه وحابب انه يكون شيء شخصي عكس انستغرام اللي انستغرام حقي هو اللي يكون فيه اكتف اروي بيهايند سين شغلي في التلوين، طريقه تلويني، المشاريع اللي اشتغلت عليها، البيفور اند افتر، قبل التلوين ما بعد التلوين. فالانستغرام انا الصراحه اشوفه هو اللي ابي الناس تشوفني فيه. حلو حلو. طيب كنت بختم ذكرت شغله كنت بسالك عنها شغله عبيطه هي. انزين، مره من المرات كنت نايم في البيت وجلست فتحت الانستغرام ما ادري تذكر ولا لا، وشفت انك حاط صوره حق فيلم صورتون، فيلم قصير الظاهر. حلو. فجلست اطالع في الصوره، اقول هذا المحل انا اعرفه، هذا المحل انا اعرفه. زين، ووقفت ورحت من النافذه وطالع عند بيتنا في مكان مسور يعني ما اقدر ادخل منه بس اشوفه من فوق. كنت أطالع ليه ما استوعبت أنكم كنتم مصورين في هذا المكان المصور. بعدها حسيت زين، فوش الفيلم كان، وش كان ذاك الفيلم أو كيف دخلتون صورتون هناك؟ أنا ما دخلت أصور، هم شباب كانوا يصورون. قصدين أنا قاعد في البيت انتظر العمل يجي. الفيلم اللي هو فيلم طاهر الصغير لسه ما انعرض، كان بينعرض في مهرجان الافلام السعودي السنه الماضيه بس انه بسبب كورونا تاجل. ان شاء الله النسخه هذه مهرجان الافلام السعودي ينعرض خلاص. اول ما ينعرض انا باقي بصرخ واقول صور عند بيتنا. يعطيك العافية صراحة، استمتعت كثير معك صراحة، وأبدا أنا طالب في الوقت ساعة وإحنا وصلنا ساعة 17 دقيقة. أبدا 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 والله أنا مرة استمتعت، أحس إني أنا من الناس اللي يحب فضفض ترى. أنا يعني عشان كده لأن أنا مستغرب إني أحب فضفض بعض الأحيان، لأن ترى مرة يعني شوي على قولتهم كتوم. مو اجتماعي عكس اجتماعي، بعض الأحيان أحس نفسي إني عكس الشكل انتروفرت انطوائي. انتروفرت بس ما أدري إيه انطوائي بالضبط. فبعض الأحيان أستغرب من نفسي لما أحس لما تشوف أحد يفكر نفس تفكيرك أو يعني إلى حد ما ممكن إنك تأخذ وتعطي معاه يعني ولا؟ إيه ممكن، أو إنه إذا بتفلسف في شغلتي أحب يمكن تفلسف. ما سميت فلسف. محمود يعطيك العافية. منير، الله يعافيك.